قال عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي. هذا هو سبب الحديث، حديث معيقيب هو السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد هذا الغلام ينفخ عندما يريد السجود، فقال لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد، يعني لا تفعل أصلا إلا إذا لأمر لابد منه، فواحدة تسوية الحصى، تسوي بها الحصى، تسوية الحصى، لأنه قد يكون شيء من الحصى يؤذي الجبهة والأنف أو يؤذي الوجه مثلا، فما في بأس أنه يمسح مرة واحد. وأيضا جابر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق، يعني الدلالة على ثمنها وقيمتها وعلى أنها من أثمن ومن أغلى الإبل. ولأن تمسك عنها، يعني عن المسح الواحدة، خير لك كلها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق. يقدر الواحد يصبر عن مسحة واحدة؟ ما تقدرون؟ يقدر. ها؟ يستطيع. 100 ناقة كلها سود الحدق، الله أكبر. عمل يسير وفضل كبير، عمل يسير وفضل كبير. يعني أنت الآن مخير، أنت الآن الأصل أنك ما تمسح، لكن إن احتجت فمسحة واحدة، والأفضل أنك لا تمسح، الأفضل أنك لا تمسح. وقد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أن كل حصاة تعلق في وجهك سواء في الجبهة والأنف تشهد لك يوم القيامة، وهذا لا يصح، لكن ممكن أن نستدل بقول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها، يقول جل وعلا وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث أخبار، قالوا أخبارها أنها تشهد لك يوم القيامة هذه الأرض، أو كل شيء يشهد لك عند الله جل وعلا.